السلام عليكم، أنا محمد مناف ذا 5 او كوتش. بدي أحكي بموضوع اليوم استغربت منه صراحة. هذيك اليوم واقف عند رفيقي بمحل نيوتريشن، فات شاب لعنده بده يشتري بروتين. قال له بدي بروتين فول كارب، يعني هاي كارب هاي فات هاي مدري شو، كله هاي، اوكي مدري كم كالوري السيرفينج، بس بدي اياه لو صوديوم، تمام؟ يعني ما ضايقه كل الكربوهيدرات اللي في البروتين وكل الدهون وكل الشوجر وكل هذا، اوكي، بس تضايق من الصوديوم. الصوديوم مفهوم غلط كتير عند اغلب الشباب يلي بيروحوا على الجيم. ببلش اليوم يبدا يتمرن، نفس اليوم بالليل بطل ياكل طماطم، بيقطع الملح على الاخر، بيبدل المي اللي عم يشربها. بتقول له ليش؟ بيقول لك عم حاول نزل وزني. الصوديوم اقل من 2500 ملي جرام يوميا، بتكون عم تاخذ اقل من احتياج المينيموم لاي جسم. بدون صوديوم ما راح تشعر في البومب في التمرين. الصوديوم اخر حل، لا اللي بيكون عم ياخذ اكثر من 5 او 6000 ملي جرام يوميا، اخر حل انه يبدا شوي ينقص في الصوديوم. اما تبدا راسا اول حل، لا، اعمل كارديو، اعتدل بالكربوهيدرات حسب احتياجك اليومي، البروتين، سوي سوبر سيت، حاول تحرق كالوري اكثر في التمرين، تنزل تحرق الدهون اللي عندك، بس نسبه الصوديوم ما لها علاقه. بالتوفيق.